اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وحلقه خاصه جدا من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه كالعاده. احنا النهارده مع بعض معانا اللازانيا. اللازانيا دي مدرسه الكل بيعملها بطرق مختلفه. النهارده هنجيب شرايح اللازانيا ونعملها مع تونه وخضار. ليه عملت تونه وخضار يا شيف؟ علشان الكل ياكل منها. لما نقعد على السفره بتاعتنا صغير وكبير تعجبه التونه، بس يقولك انا مش في التونه. لما يكون معاها خضار بسله وجزر وكوسه بالتاكيد طبعا هيكون طعمها لطيف. معانا صدور فراخ النهارده، هنعملها النهارده رولز مع خضار مع جبنه وصوص المستردة مع الليمون، حاجه لطيفه وجميله من المطبخ الغربي هتعجبكم طبعا، لانها فيها افتكاسه طهويه. ازاي الرولز الدجاج يبرموا مع بعض او نلفه مع بعض رولز، دخلوا خضار مع مستردة ونشوف الطعم والفليفر بتاع المستردة صوص. العصير بتاع عصير رشاقه النهارده الكنتالوب او الشمام، دي المسميات بتاعته. ازاي نعمله سموزي مع عسل ونعناع؟ بالتاكيد له تركايه، وده عصير طبعا وجوده على السفره بيساعد على هضم وكمان مفيد جدا وبيساعد على مشاكل القولون، واللي عنده امساك عنده مشكله في ان السكريات حاجه لطيفه. وعلى فكره اضافه العسل او ما تضيفوش اختياري حسب حلاوه الكنتالوب، واحنا عندنا الكنتالوب مسكر وعسل. مش عايز اطول حضراتكم، عندي تفاصيل كتير معلومه غير معلومه في حلقتنا المميزه النهارده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقه هيشتغل ازاي. معانا لازانيا فيها شغل كتير للامانه، فيها ثلاث مكونات لازانيا نتعامل معاها بحرص شويه. معانا التوبنج بتاعنا اللي هو التونه مع الخضار، ومعانا البشاميل، ومعانا كمان الرولز تشيكن هنعمله بالخضار، برضو في تفاصيل كتير. ايه اللي ياخد وقت مننا؟ اكيد اللازانيا هي اللي هتاخد وقت كبير، عشان كده هنبدا بيها الحلقه بتاعتنا. وانا عايز تنظيم وقتك مهم جدا في المطبخ. المقادير معانا لازانيا، معانا تشكيله من الخضار حسب الدرج بتاع الثلاجه، فيها كوسه فيها بسله فيها جزر فيها فلفله ملونه بصل طماطم، حط اللي انت حباه من الخضار اللي موجود عندك. وما ننساش التونه طبعا اساسي، ممكن تغير التونه تبقى تشكيله من السيفود، بس انا حبيبها بالتونه. والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. هنبدا باللازانيا بتاعتنا. اول حاجه كالعاده معلقتين زيت زيتون مخلوطين بمعلقه زبده عشان ناخد طعم حلو للبصله اللي هي بتلعب دور البطوله في الطعم دايما. بصلتك حلوه متحمره مخدمه عليها بتغير لك طعم الاكله وبتنقلها لمكان تاني. ادي البصلايه الحلوه زي الفل، اغذيها وادلعها بشويه زعتر حلوين، ده الطبيعي طالما بعمل اكل فيه بشاميل وجراتان يبقى على طول الزعتر معايا اساسي. تحميره الزعتر مع البصل بتدي فليفر جامد جدا وبتغير لك طعم الاكله بالشكل ده كده. والبصلايه كمان ما تبقاش ريحه المطبخ بتاعك بصل متحمر خالص. واستنى عليها شويه، ده مهم جدا على فكره. البصلة بتتحمر كده مع الزعتر، الطعم هنا لطيف وجميل والريحة كمان أحلى وأحلى. ناخد التوم بتاعنا الجميل ده كده أهو حلو، واستنى على التوم برضو ياخد طعم ياخد لون عشان الريحة بتاعته والطعم ما يغلبش على طعم الخضار. أنا مش بعمل كبسة، أنا مش بعمل برياني بالشكل ده كده. مكعب زبدة لطيف هنا كده. انا عايز حضراتكم لما انا بعمل الحاجات الصغيره دي وانا شغال التفاصيل دي لها هدف، خلي بالك انا مش بتكلم كده وخلاص. الهدف ان انت في المطبخ لازم يكون في تناغم في نغم بينك وبين المعلقه اللي بتقلبي بيها، بينك وبين النار اللي طالعه من البوتاجاز ايا كان بقى غاز كهرباء، بينك وبين الطاسه اللي فيها الخلاصه. الزبده مع زيت الزيتون مع البصله مع التومه مع كده، التحميره دي مهمه جدا، ده الطعم هنا في قلب الموضوع ده. ايه الخضار بتاعنا يا عم الشيف؟ هنا عندنا بسله اللهم صل على النبي، وجزر وكوسه. هناخد اول حاجه الجزر متقطع كريات صغيره زي البسله كده، ومعانا فليفله صفرة حلوه الاولاد بيحبوها، ومعانا كمان جزر وبسله وفليفله حمراء في طريقي زي الفل. ونقلب تشكيله الخضار دي كلها مع بعضيها اللهم صل على النبي على النار، وانا بقلب كده الخضار يشرب الايه البصله الحلوه.
شفت بقى الترتيب اللي انا شغال بيه ده كده؟ اهو بصلاية خدمت عليها كويس بتوم وزعتر، زبدة، زيت زيتون. بعد كده حطيت عليها الخضار، في اتحاد هنا والاتحاد قوة بين كل الخضار والبصلة والتومة بالشكل ده كده. هنا واقفة بقى، عايزة التوبنج بتاعنا التونة مع الخضار طماطم، حط طماطم. مش عايزة طماطم وتكتفي بشوية شوربة، اهلا وسهلا، الاختيار ليكي، انا عليا النصيحة. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل. اصبحت اللازانيا اكلة سهلة بالنسبة لك، تقدري تعمليها باللحمة المفرومة ده المعتاد، تعمليها بالتونة، تعمليها بالجمبري، تعمليها بالسي فود زي ما انت حابة. ومعانا ملح وفلفل، ده الطبيعي. حلوة. الخضار هنا جاهز، تقليبة حلوة تاني زي الفل. معانا التونة بتاعتنا الحلوة اهي، حسب نوعية التونة بقى ومادة الحفظ اللي موجودة فيها، بس يفضل انك تصفي المية اللي متخزنة فيها التونة او الزيت وتاخد التونة زي ما هي كده اهي. دي كانت سليمة احنا كسرناها، عندك متكسرة اهلا وسهلا، حابة تحطيها سليمة مفيش مشكلة حسب الرغبة. معانا من الروزماري قليل. أصبحت هنا الحشوة مميزة. لا تقولي لي بقى إيطالي يعملها لك ولا برازيلي. كل الخلطة دي في قلبيها. طب أشوف مغازة نسلق اللازانيا ولا نحطها نية؟ ولو حطيناها نية هل هي هتستوي مع الخلطة اللي أنت عاملها دي كده؟ التفاصيل دي والحاجات دي هنجاوب عليها دلوقتي وإحنا شغالين. خضار اهوت مخلوط بتونة، مش حبة تونة، ممكن تحط جمبري أنت وجيبك بقى. بعمل ايه يا شيف؟ باخد شويه ميه كده بيغلوا على النار. انا مش عايز طماطم للامانه، عايز الاكله دي ما فيهاش طماطم. واسيب الخلطه دي تغلي على النار. الله، نقف وقفه هنا، نقف في المحطه دي اسمها محطه الابداع. بتقول ايه محطه الابداع هنا؟ بتقول لغايه هنا دي تنفع اكله، تشكيله من خضار مع التونه، نسميها طاجن خضار بالتونه زي ما هي كده، ما تغيريش فيها حاجه. هتحطها في طاجن فخاري وتحط على وشها بصل او طماطم وتدخلها الفرن، بقى اسمه طاجن الخضار بالتونه زي ما هي عشاشه كده بدون اي تفاصيل، واقفه زي ما انت حابه. عايزه تعملي رز، تجيبي رز، شويه رز مصري او رز بسمتي، تغسليهم وتحطيهم على الخلطه دي، يبقى رز بالخضار مع التونه. عايزه تجيبي مكرونه مسلوقه وتحطيها مع الخلطه دي تبقى مكرونه بالخضار والتونه. دي كلها محطات المغاز، ما محطه ابداعيه فنيه طهويه بالشكل ده كده. هنسيبهم يغلوا على النار. نيجي للازانيا بتاعتنا، موجوده معانا زي الفل شرايح من اللازانيا، في منها في الماركت يا اما خضراء يا اما بيضة اللي موجود عندك. الفرق بين الاثنين يا مغازي، الخضراء بتبقى واخده طعم السبانخ، والبيضة دي بيضة عاديه خالص تقدر تحطيها زي ما انت عايزه، وهي طبعا بمسميات مختلفة في أي ماركت موجودة، وسعرها واحد، يعني خلي بالك الرخيصة زي الغالية، هي في الآخر هتاخد غلوة في قلب الصوص، سواء بشاميل، سواء طماطم، سواء لحمة مفرومة، وهتستوي في قلبيها. بس مدرسة المغازي بتقول إن اللازانيا دي مش هنسلقها، زي ما هي كده هنخليها معانا دلوقتي ونشوف إزاي هنتعامل معاها. نيجي للبشاميل بتاعنا، أخباره إيه؟ على النار. طبعا المرحلة دي إحنا عديناها من زمان، دي يتحمر في زبدة، بعد ما يتحمر في زبدة مع شوية زعتر بننزل عليه بالحليب، القوام بتاعه بيبقى بشاميل خفيف. نشوف القوام مع بعض كده، بشاميل اللازانيا غير بشاميل المكرونة بالبشاميل. ده قوام البشاميل بتاع اللازانيا، لازم يكون بالشكل ده كريمي كده، ما يكونش كثيف، ما يكونش غليظ. ليه يا مغازي؟ علشان اللازانيا هتستوي في قلبه. بشاميل اللازانيا لازم يكون خفيف. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ في حالة لما اعمل مكرونة بالبشاميل او لازانيا لازم البشاميل بتاعي يكون خفيف. ليه؟ علشان اعمل مساحة واترك مساحة للبشاميل للمكرونة تكمل سواها في قلب البشاميل او اللازانيا. تعالوا نطبق الاكلة دي مع بعض كده واحنا شغالين، نشيل الحاجات دي من هنا ونجيب الكسرولة او الصينية اللي هنقدمها على السفرة. اي بنوتة ألف باء مطبخ، ستي بيت عظيمة،
أم عظيمة حابة تعمل لازانيا، أعتقد بعد الحلقة ديت أنا حببتك في إنك تخش المطبخ تعملي اللازانيا بكل سهولة. أنا السهل الممتنع، بساطة سهولة مرونة، ده السلوجان بتاعنا وده الهدف بتاعنا على شاشة القناة الأولى، بساطة سهولة مرونة، مغلف ومتوج بالرؤية والفن والإبداع بتاع المغازي اللي نعرفه من سنين عنه. حلو الكلام؟ هناخد اللازانيا والبشاميل الخفيف بتاعنا، اهو شوف نازل ازاي، اهو 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 خفيف جدا، اهو انا عايزه كده زي ما هو كده، اهو حلو اهو، ونرص اللازانيا في قلبيها اهو. طب يا مغازي، اللازانيا دي لما تستوي في البشاميل ده، البشاميل ده هيبقى ماسك نفسه؟ اه طبعا، جربي وشوفي، انا مش عايزك تحكمي بس وانت قاعده كده وخلاص، بعد الحلقه ما تخلص قومي على طول اعملي الاكل ده. اه ناخد الخضره بتاعتي اهو، وانا بغرف كده اخد شويه شوربه. حلو الخضار ده طبعا فيه سوائل، خلي بالك. حلو قوي، ناخد كمان طبقه من اللازانيا. انا ما اشتغلت كده الاول، نمشي العكس بقى، خلي بالك عشان نعمل عشي ومعشوق. بالشكل ده كده العكس، ونحط دي كده هنا، والاتنين اللي مكسورين دولت نحطهم كده، وناخد طبقه من البشاميل. تاني يلا يلا الصورة الحلوة. انزل حلو قوي. اغرقها كده بالشكل ده كده. تمام زي الفل يا عم الشيف. الطبقة دي بقى عكس، هننزل عليها بالخضار. دي مدرسة المغاز. الاتنين مع بعض يا شيف. وانا بنزل كده واحدة واحدة مع التوزيع. دي لازم تتغطى طبعا بورقه زبده وورقه فويل بعدين، وتخش الفرن تاخد وقتها، عشان كده انا بدات بيها الحلقه بتاعتي. دايما الاستاذه ريحان تقول لي هتبدا بايه الاول، السؤال ده دايما اسمعه قبل الهوا بدقائق معدوده، علشان بنجهز المقادير على الشاشه، لازم تعرفوا الكواليس. فانا طبعا بدرس الموضوع وبالخبره الطهويه، ايه الحاجه اللي ممكن تاخد مني وقت، وايه الحاجه اللي محتاجه ان انا اخد فيها وقت. خلاص خلصت. بصي زي الفل. الله عليك، والله مرزه يا شيخ، انا لو برسمها مش هتترسم كده. وخلصت اللازانيا سبحان الله. زي الفل تمام. ننزل ببقيه البشاميل بتاعي. يلا يلا العب يا سمك. هو ده. تونه، ممكن تكون جمبري، ممكن تكون سي فود. وناخدها زي ما هي كده يا مغازي. على فين بقى؟ على الفرن، بس لازم تغطيها، لازم تغطيها زي ما هي كده. مقاديرك مظبوطه، نغطيها كده واحنا واقفين مع بعض، ورق الزبده وورق الفويل الاثنين مع بعض. زي الفل كده. ليه ورقه زبده يا شيف؟ لازم، خلي بالك. عشان دي هنشيل الغطا بعد كده، وناخد دي كده. الله، وكده الغطا لازم يكون غطا محكم عشان تستوي، ونقفلها كده بالراحه. السؤال لمخرجنا المره دي، دي مكانها فين في الفرن؟ الهرم الغذائي ده مكانه فين في الفرن؟ الفرن عندنا فيه مستويين، مستوى ارضي ومستوى افقي في النص، فين مكانها؟ محدش جاوبني. لا يا طيب. لا مش زي ما هي كده، هو ده. ليه يا مغازي؟ علشان يحصل عملية غليان وتفاعل ما بين الخضار وما بين اللازانيا بتاعتك.